اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قواعد كينج هيستوري، القواعد اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن ملكين من الاسره الخمسه، مش ملك واحد. الملك الاول هو شيبسس كارع، والملك الثاني هو نيئوسرع. وهيبدا كلامنا في الحلقه دي في البدايه عن الملك شيبسس كارع، واسمه باليونانيه هو سي سيرس، وهو فرعون مصري من الاسره الخمسه. وحكم الملك شيبسس كارع مصر من سنة 2426 قبل الميلاد ل 2419 قبل الميلاد، واسمه الملكي هي نبيلة هي روح رع. ودلوقتي هنبدأ كلامنا عن الملك نيئوسرع. والملك نيئوسرع هو سادس ملك يحكم مصر من الأسرة الخمسة، واسمه في اليونانية آسوريس، ومدة حكمه لمصر كانت 25 سنة. والملك نيئوسرع اسمه الملكي هو الملك مستمد بالقوة رع، وأبوه هو الملك نفر إركارع، وأمه هي الملكة نفر إفرع. واتولد الملك نيئوسرع في القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، وتوفى سنة 2430 قبل الميلاد. وفي بعض علماء الآثار بيعتقدوا ان الملك نيئوسرع حكم مصر حوالي 30 سنة او اكتر من كده. والمباني والآثار اللي موجودة في منطقة ابو صير بتأكد ان الملك نيئوسرع عمل مجهود كبير جدا في اقامة المباني والمجمعات الهرمية في عهده. ومن ضمن المجهودات اللي عملها الملك نيئوسرع في اقامة المباني هو هرمه ومعبد الشمس الخاص به، ومنطقة آثاره أو منطقة أهراماته اللي هو أقامها في أبو صير، وبرضه تكملته لبعض المقابر وبعض المجمعات الهرمية، زي تكملته لمنطقة أبو نفر إركارع ومقبرة أخوه ومقبرة أمه نفر إفرع. وقدر الملك نيئوسرع إن يخلي وزرائه وكبار الدولة هما اللي يتابعوا مرافق الحياة في الدولة في الوقت اللي هو كان فيه مشغول بإقامة المباني وإقامة الأهرامات وتكملة بعض المقابر وبعض المجمعات الهرمية. وقدر الملك نيئوسرع إن يعمل بعثات حربية وحملات حربية لأماكن زي وادي المغارة وأماكن زي النوبة عشان يأمن المحاجر المصرية الموجودة هناك، واللي بيقدر من خلالها إن هو يستخرج معادن زي الذهب والنحاس. وكانت ليه علاقات تجارية ممتازة مع بلاد مجاورة زي بلاد جبيل واللي هي لبنان حاليا. وقدر الملك نيئوسرع إن هو يعدل الطقوس الدينية وبالتحديد الطقوس الجنائزية بعد الوفاة، وقدر إن هو يثبت الطقوس دي في مصر لدرجة إن المصريين فضلوا يتبعوها لغاية عصر الدولة الوسطى. أما بالنسبة لنظام الحكم في عهد الملك نيئوسرع، قدر الملك إن هو يثبت أعلى الوظائف وأعلى مراكز في الدولة في إيدين الوزراء وإيدين كبار الدولة، عشان هما اللي يهتموا بوظائف القصر ووظائف البلد ويرعوها في الوقت اللي هو كان بيهتم فيه في البنايات والمقابر. وقدر إن هو يعدل بعض الأشكال وينظم منطقة أبو صير اللي كان فيها مقابر الملوك اللي قبله ومقابر أمه وأخيه وأبوه. وقدر إن هو يجمع عدد كبير من الوظائف ويمسكها الوزراء، ومن ضمن الوظائف الكبيرة هي رئيس غرفتي الثروة في الدولة ورئيس الشريتين في الدولة ورئيس غرفتي حلي الملك. والطريقة دي قدر الملك نيئوسرع ان هو يجمع كل الوظائف في ايدين الوزراء في الوقت اللي هو كان مهتم بيه بالبناء والعمار. وفي عهد الملك نيئوسرع ظهرت وظيفتين جداد قدر ان هو يحملهم او يوليهم لوزير جديد اسمه كاف. والوزير كاف كان رئيس للبيت العالي في وظيفة القاضي. والملك نيئوسرع رقى الوزير كاف لرتبة الوزير، وقدر ان هو يديه لقب وهو لقب رئيس البيوت الكبيرة وكبير القضاة على مصر. وقدر الملك نيئوسرع ان هو يديه لقب تاني وهو محافظ مصر العليا. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن الملك نيئوسرع. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.